الصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سيد الرئيس، شكرا معالي الوزير والطاقم المراقب ومرحبين بكم، شكرا نواب الموقرين. أنا مهمة عندي رواية وصلتني من أمريكا، ما نعرف صدقيتها تامة من قلتها، عن هم اتفاقية والله تشاور بين وزير الداخلية وسلطات الهجرة الأمريكية من أجل استرجاع بعض الشباب الموريتانيين اللي مشاوا شوارع امريكا. موصي معالي الوزير لاختصاص الموريتانيين في الخارج عن هذو الشباب مشاوا من هون صايعهم البؤس والبطاله وقله افاق الحياه، عن حكومه موريتان بعد نظام موريتاني لعادوا ما يقدروا يزولهم شيء الين مشاوا يخلوهم هم هني يخلوهم بعدهم. لأنه يفتصلوا معاهم بالحكومات بسبب الحكومة كانت لا متعامية عن دعوات الحكومات الخارجية من أجل ترحيل الموريتانيين. حكومة نظام عبد العزيز والأنظمة السابقين طرشوا رؤوسهم عن ذاك بلي مخليين الموريتانيين فهم يستفادوا ويفيدوا أهلهم إله، منين عاد هو ما يقدروا يفيدوا. النقطة الأخرى السيد الرئيس، ثم قلتوا عن هاي الغرفة تبقوها تعود فيها السكينة في هاي المأمورية، ونحن زينا عندنا وقابلين غير السكينة بشروطها، شروطها الوضوح والشفافية وعدم الغدر. وانتم مكتب البرلمان غدرتوا بينا هون مرة ماضية بلي عدلتوا جلسة علنية لغزة واتفقتوا عن ما يتكلم حد هون في القاعة، عنكم لا تعلنوا انتم اعلام، هذا غدر ومرفوض. حنا نتكلموا بنظرتكم ونظرتنا في غزة، ما هي واحد غزات هون وموريتان، ولأنه متوافقين عليكم عنكم تقطعوا من خلاصنا ياك تقطعوا القزة، خبر احنا فيكم من الصدقة ونعرفوا طريقها، وخبر منكم في الفقراء والبؤساء، وبؤساء قزة نعرفوهم ومساندينهم بذاك قد نساندون به، غير مسبقين بؤساء موريتان. وبؤساء موريتان هذول الأرامل واليتامى لي فوف ولي زورفلان اللي يظاهروا لي 28 نوفمبر بلباتهم وأزواجهم وأخوتهم كتلة بدم بارد في تصفية عرقية هم، ولا فاتوا عرفوا من كاتل مو علاش مكتل وشنو سبب قتلهم، وممنوعين من التظاهر ويبططوا يوم الاستقلال يوم 28 نوفمبر. هذا أرتب حقهم من حقوق غزة وحقوق العبيد والحراطين المربين المقتولين. غزات هون غزة الحقيقية هون، غزة المتينة هون، غزة الخطيرة هون، ولأنهم متوافقين معاهم تقطعوا خلاصاتنا طول غزة، هذا مرفوض. قبضوا الجماعة هو اللي تم تعدلوا، وإذا نيت تم تعدلوا تغدرون هب. شكرا أنت، شكرا. شوف أنا جاوبك إلا على نقطة، رد قلت المشاركة والشراكة والشفافية البرلمان إن شاء الله لا هي نيتنا ونيتنا، وهي خيار وطني لموريتان. وذا اللي قلت في أخبار غزة ظاهر لك سيد نايم ما نعرف، لكن القرار قابلوا المكتب وانت ممثلك فيه رقاش، ما أنا معيطين رؤساء الرجال السياسيين ولا رؤساء الأحزاب، احنا هون البرلمان وعندنا ايوا ياك علي تفوت تخرج ايوا حنيني ما يدور احد مثلك انت مثل راسك حنيني. عندك رئيس فريق وافقت عليه ايوا لا اله الا الله ما حصلتو شيء واسع. خلي عنك القضيه، خلي عليك لا الغنايه لحقته، خلينا نوفق ايوا شنو السفوده انتهى. بها ثلاث دقائق. ما فات جو نختار بعد نقول للناس اللي من هسه جلس اسمه لا يحرك ولا رجع يعرفوا لنا ما انا ملزمين نعدوا نترى ونرجعوا. حد ما اللي يبغي يتكلم يعود حاضر ويسجل، ولين يعود هو ماشي راقد والله يسدد
وشينا احنا في اخر وقت ما حاكموا شيء ذاكو مشكله اجتماعيه بتينا ولا شيء، هذا لا يعدل خلل في النظام. اختاروا ناس تعود منضبطه كيف قلنا، لمن لا يتكلم يجي ويسجل اسمه يعرف انه سجلوا، ولا يحرك ان يتكلم ولا يؤخذ، ما هو اللي غايب بعد خفيفه.